محطتنا الأخيرة النهاردة بنزور فيها بني سويف. بني سويف المحافظة اللي زي ما قلت لحضراتكم بتمتلك كل المقومات إنها تكون على خريطة السياحة، خريطة الصناعة، على خريطة التقدم والنمو، نهر نيل وأماكن أثرية لا حصر لها، مساحات من الزراعة والأرض الطيبة الخصبة، عقول وأيدي عاملة، كل حاجة موجودة عند محافظة بني سويف واللي عدد سكانها حوالي 4 مليون مواطن. محافظ بني سويف دكتور محمد هاني غنيم قال لنا الحكومة صرفت على الأربعة مليون مواطن اللي موجودين في بني سويف خلال ال7 سنين اللي فاتوا حوالي 105 مليار جنيه. اه والله محافظ بني سويف 105 مليار جنيه استثمارات مباشرة لمشروعات تنمية المحافظة. وقال لك دي مشروعات تنمية المحافظة، اللي هو ايه؟ الفلوس دي مش مشاريع استثمارية ابدا، ده 105 مليار اللي هو 105 الف مليون جنيه صرفتهم الدولة على محافظة بني سويف اللي عدد سكانها 4 مليون مواطن على مشاريع تنموية عملت بيهم مية وصرف وطرق وكباري وميادين ووحدات صحية وملاعب ونوادي. ده كلام سيادة المحافظ. تعال نشوف هل فعلا مواطني بني سويف حسوا بال 105 مليار دولت ولا لا. ومش هكلمك بقى عن نجوع او قرى بني سويف، يعني لا هكلمك عن مركز ناصر ولا هكلمك عن مركز بني سويف ولا هكلمك عن مركز الوسطى ولا عن ببه ولا عن سمسطة ولا عن الفشن، اكلمك عن بنبناية بني سويف اللي هو احدث مركز موجود في بني سويف اللي هو بيتسمى بني سويف الجديدة. بني سويف الجديدة واللي تم تأسيسها بناء على القرار الرئاسي او قرار رئيس جمهورية رقم 643 للعام 1986 شرقي نهر النيل، حتة كده على مساحة 25,135 فدان وعلى ارتفاع حوالي 55 متر فوق سطح البحر، وقال لك نسبة الأخضر فيها تبقى حوالي 65 إلى 70%، وحاجة كده مدينة من مدن الجيل الثاني لما عملوها وقتها. شوف كده قال لك مدينة من مدن المستقبل. الله، 20 معلومة عن مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل. مدينة من مدن المستقبل ومدينة صحية، وقال لك إن هذه المدينة اللي عملتها الحكومة سنة 1986 هتبقى مقصد للناس اللي عايزة تسكن في سكن صحي. ليه سكن صحي؟ قالك لأن الكتلة العمرانية حاطين الخبر كده حوالي 5400 فدان وحزام أخضر حوالي 3320 فدان، والمدينة على شكل شريط على نهر النيل بعرض 2.2 كيلومتر وطول 11 كيلومتر، اللي هو ايه؟ المدينة الفاضلة حسب كلام الحكومة. مدينة الأحلام حسب كلام الحكومة اهو. قال لك بني سويف الجديدة تجذب هواة السكن. طيب من ال 105 مليار، ايوه عايز بس اجيب الرقم بالظبط، ايوه 105 صح؟ من ال 105 مليار اللي قال عنهم سيادة المحافظ في بني سويف، مدينة الأحلام اللي هي بني سويف الجديدة كان نصيبها كام بقى؟ كان نصيبها 3.4 مليار جنيه. حط لي الخبر، قال لك الإسكان 3.4 مليار جنيه حجم الاستثمارات المنفذة في مدينة بني سويف الجديد. 3.4، بالمناسبة عدد سكان بني سويف الجديدة النهاردة 77 ألف مواطن. الحكومة قالت إنها عايزة توصلهم ل 280 ألف مواطن. صرفت الحكومة على بني سويف الجديدة 4 مليار و400 مليون جنيه من إجمالي 105 مليار على عموم محافظة بني سويف. الإنفاق من 2014 لحد 2021 حسب كلام وزير الإسكان كان 2 مليار و200 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية فقط في بني سويف من 2014 ل 2021. من 2021 لحد 2023 اللي هم أقل من سنتين أو سنة ونص، حكومة كمان صرفت 1 مليار جنيه لتنفيذ أعمال المرافق في بني سويف. الخبر اللي بعده قالك الإسكان أهو 1 مليار جنيه لتنفيذ أعمال المرافق في بني سويف، ده في الفترة ما بين 2021 وبداية 2023، يعني احنا بنتكلم عن حوالي سنة ونص. الفلوس دي كلها بقى
مفروض تكون سمعت، ومدينة الأحلام ومدينة المستقبل مفروض يكون الوضع فيها غير. كلمش بقى دلوقتي عن قرى بيبا، ولا بتكلم عن سماسطة، ولا بتكلم عن الفشن والوسطى ومركز بني سويف ده، انا او مركز ناصر ده، انا بتكلم عن المدينه اللي من الجيل الثاني، ومدينه الاحلام، والمدينه الصحيه، واللي معموله على نهر النيل، واللي يعني متقسمه بمزاج. لكن شوف المزاج، قال لك مدينه بني سويف مستنقع اهمال، طرق متهالكه، محولات كهرباء مكشوفه، بلعات الصرف مصيده للاطفال، والاهالي بيقول لك لا ميه ولا مواصلات، والمحلات العشوائيه بقت صداع في رؤوسنا. ده كلام اهالي مين؟ اهالي بني سويف الجديده. ده كده شكل بني سويف الجديده، ده منظر المرافق والطرق في بني سويف الجديده اللي هي مدينه المستقبل والجيل الثاني، بعد 3.4 من 10 مليار جنيه صرفتهم وزاره الاسكان على هذه المدينه. عارفين في حي كده اهالي بني سويف الجديده عارفينه؟ اسمه الحي الثالث، او بيسموه حي الاغنياء، حي الاثرياء، اللي هو حي الفلل. هم خمس احياء، منهم حي اسمه حي الفلل. حي الاثرياء ده في بني سويف مع الاسف النهارده تحول لغابه خفافيش. اهو قال لك حي الاثرياء في بني سويف غابه للخفافيش بسبب اهمال الدوله. اتفرج بقى الناس كده على صور الحي الثالث في بني سويف الجديده اللي هو بتاع الفلل وبتاع الاغنياء. شايف المرافق؟ شايف الطرق عامله ازاي؟ طب بص على الصرف الصحي كده، طب شوف الزباله، وشوف الوضع عامل ايه في مدينه بني سويف الجديده. طب خليني اقول لك على حاجه، تعالى يا حسان لكم على معجزه، معجزه ما بتحصلش النهارده غير في بلدنا، فضلا عن انها بتحصل فين؟ بتحصل في بني سويف الجديد. او قبل ما اروح لهذه المعجزه، هعرض لحضراتكم واحد من الطرق اللي عملتها الحكومه في بني سويف الجديده، اسمه طريق الامل والنور. لكن لا في امل ولا في طاقه نور، نتابع. ده الطريق الرئيسي او واحد من الطرق الرئيسيه اللي موجود في بني سويف الجديده. لا اسفلت ولا رصيف ولا اضاءه ولا اشارات مرور ولا الهواء، ولا الهواء. اقول لك بقى على المعجزه اللي انا وعدتك بيها. معجزه ما بتحصلش غير في بني سويف، اللي هو التقاء، عارف انت احنا عندنا معجزه بتحصل في التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط اللي ربنا ذكرها في سورة الرحمن. في معجزة تانية بتحصل على أرض بني سويف الجديدة، وهي التقاء ما بين الكهرباء وما بين الصرف الصحي. طبعا مع فارق التشبيه، يعني حاشا وكلا أن احنا نشبه معجزات ربنا عز وجل بفشل وإهمال الحكومة. بص، قالك غرق كابلات الكهرباء يهدد الحي الثالث في بني سويف. غرقت في كابلات الكهرباء؟ غرقت في الصرف الصحي. الصرف الصحي باظ، والكهرباء أو الكابلات والمحولات موجوده على الارض. فبقى عندنا هذه المعجزه. حط لي كده يا سيدي الصور عشان الناس تشوف ماذا يحدث النهارده في بني سويف الجديده. الكابلات اللي معديه دي كابلات كهرباء، والميه اللي حضرتك شايفها دي ميه الصرف الصحي والمجاري، اعزك الله. معجزه بتتنزل على اهالي بني سويف الجديد. الحي الثالث، حي الثاني ايضا من احياء بني سويف، غرقان في الصرف الصحي. اهو قال لك عمارات الحي الثاني في بني سويف الجديده غرقانه في الصرف الصحي، وفي صور بقى وفيديوهات. وصور يا مواطن، رغم ان الراجل رئيس مجلس مدينه بني سويف الجديده قال انه صرف 500 مليون جنيه، 500 مليون جنيه دي كانت تكلفه محطه معالجه الميه الثنائيه، واللي المفروض هتحل مشكله الميه والصرف الصحي على ارض بني سويف. شغل يا سيدي. معالجه مياه الصرف والاستفاده منها في زراعه الغابات الشجريه.
احنا هنا في منظومه الصرف، معالجه الصرف، المحطه معالجه ثنائيه بطاقه 52 الف متر مكعب على اليوم، بجوارها محطه معالجه ثلاثيه بطاقه 12 الف متر مكعب على اليوم، بجوارها محطه ري وخط طرد لري الغابات الشجريه، لان انا بستفاد من محطه من الميه المعالجه ثنائي والميه المعالجه ثلاثي. الميه المعالجه ثنائي بستفاد منها في زراعه الغابات الشجريه، المحط الميه المعالجه ثلاثي بعيد ضخها تاني لزراعه المسطحات الخضراء داخل المدينه. التكلفة كانت كام يا فندم تقريبا؟ تكلفة المنظومة وصلت لغاية دلوقتي حضرتك 500 مليون جنيه، منظومة معالجة مياه الصرف 500 مليون جنيه. فلوس يابا ملهاش رقيب ولا حسيب، رغم ان اهالي، حط لي الفيديو وانا بتكلم يا شباب، الفيديو اللي بعده قال لك الصرف الصحي في بني سويف الاهالي بتغرق. طبعا الفيديو متصور بشكل ضعيف شوية، معلش. اهالي بني سويف غرقانين النهارده في الصرف الصحي، رغم ان كان عندنا خبر اللي بعده بيقول لك، شايف دي كده، دي مساكن، لا ارجع تاني يا حسن على الصوره اللي قبلها، دي مساكن الفيديو مساكن بني سويف الجديده واللي اتعمل فيها محطه صرف صحي بنص مليار جنيه، واللي قال لك واحده من مدن الجيل الثالث. وايوه شايف المنظر، حاجه كده تفرح تشرح القلب. تعالى لي بقى عشان اقول لك ان سياده المحافظ قال لك ان مشروعات ميه الشرب والصرف الصحي اعادت الحياه لبني سويف، هي دي الحياة اللي شايفها سيادة المحافظ. آخر خبر عشان ما اطولش على حضراتكم، قالوا لنا إن مشكلات بني سويف في طريقها للحل. من إمتى الكلام ده؟ قال لك من 2021 المشكلات في طريقها للحل، وحتى الآن لم تحل هذه المشكلات. عندي مشكلة تانية اسمها الإسكان الاجتماعي، هأجلها وأكلم حضراتكم عنها، أكلم حضراتكم عنها بالتفصيل في حلقة تانية، لأن موضوع الإسكان الاجتماعي ده محتاج كلام ومحتاج وقت طويل. الحكومة عملت إسكان اجتماعي في بني سويف الجديدة، ولكنها كالعادة نسيت تدخل مرافق، والمواطن عايش في الإسكان الاجتماعي بلا مرافق، ورغم على الرغم من دعاية الحكومة وإنجازات الحكومة.